انتم لا تشوفون بالمهم وتعوفون الاهم. احنا نريد راس المال. احنا نريد الاهم. الاهم النقطة الرئيسية الأولى أنتم تردون فاضل عيامي يقعد بهذا الحكي. وحنا مال فاضل عيامي يقعد بهذا الحكي احنا ما نرضى، كل احنا القعدة. لا الجامع. أنا ابن أخوي يروح يشتغل ويتسلف ويبيع ويشتري ويعطي هذا فلوس من غير ما يجي يقول لي عمي هذا خوش ولد تكفله ما تكفله انطيه لا عندي علم ولا عندي علم بيه. لما ما طاحتي هذا الحكي من اساسه مو صحيح. اليوم اي واحد يروح يتسلف فلوس من فلان علم هم يخابرك ذاك يقول لك هذا عمي شلونه؟ تفعل نزهه ما نزهه انطيه ما انطيه هذا الحكي ما صار يوم حكي بعض العيال. هذه النقطه الرئيسيه مو رخصتي. هذه اذا سويتوها ترى راح تحكون لحد ما تجي دقيقه حتى تشوف تنبيه. خلنا حكي هم وياك هسه المحضر دي مختلف الحساب لا لولا مصالح ولا بني مالي لا لا هواي لا لا خلنا حكي ها وانتم تعاملكم هنا ما شاء الله ترجع لا 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 مو ترجع لا والله صدق لا خلنا حكي البصره هي لا لحظه هي ام الخير خلنا حكي خلنا حكي بعد اذا صالحي مطلوب